الفيديو لأوجه كل تشكراتي للمؤسسات الخاصة بتحرية المياه الموجودة على مستوى منطقة تلقا على هذا على هذه المساعدة والتوفيق في العتاد الطبي المتطور المتمثل يعني في محطة خاصة بتخدير ستاسيون دو سيجي. دونك هاد ستاسيون دو سيجي دونك غادي تكون طبيفيك بور نوتي طابليسمون سيرتو بور نوتي بلوك اوبيراتوار، وهذا يدل على شيء فإنما يدل يعني على على يعني على الحس الإنساني الموجود لدى المسؤول هذه الشركه من اجل دعمنا، وهذه المبادره يعني مبادره جد طيبه، ونتمنى ان شاء الله باش تكون مبادرات اخرى من طرف يعني من طرف مؤسسات اخرين، وهذا يعني دائما في اطار يعني التكفل الجيد والاحسن يعني بمرضانا وخاصه مرضى مصلحه كوفيد 19. نعم اكيد، شكرا لك. نشوف بانه في تلاحم انساني بين شركه تحرير مياه البحر وايضا بين المؤسسات الاستشفائيه، يعني هذه الجائحه جائحه كورونا ربما خلقت نوعا من التلاحم الانساني بيننا جميعا. انتم ربما في استفادتكم من هذا الجهاز، واش تقولون ربما من الناحيه الصحيه يعني الشيء اللي حتستفادوا منه، وايضا كلمه لمسؤولي المحطه. فوالا، بسم الله الرحمن الرحيم. En premier lieu, nous remercions la station de dessalement de Bénissart de nous avoir doté de ce matériel. Ce matériel va servir non seulement à traiter les malades du Covid, Inch'Allah, mais il sera très très utile, Inch'Allah, pour le reste du programme. Et nous remercions aussi les gens qui ont contribué à l'acquisition de ce matériel pour la qualité. C'est un matériel de haute qualité et nous vous sommes reconnaissants. Je crois que, Inch'Allah, nous devons être mazid min al-nasi. Je dois te parler, nous avons un acte. تصوحنا ولا جميع المصالح ربما هي فرصة لنتعرف ربما على الاستقبال نتاعكم للمرضى، ربما الوضعية الوبائية هنا في ولاية عين تيمشنت.